خلونا نروح دلوقتي لمحافظة الوادي الجديد اللي تم إعلانها عاصمة للثقافة المصرية، وده العام 2023 اللي بيحصل في محافظة الوادي الجديد، وليه تم إعلانها عاصمة للثقافة المصرية السنة دي، ده اللي هنعرفه من خلال هذا التقرير. الدولة المصرية حريصة كل الحرص على أن تحقق العدالة الثقافية في ربوع مصر، وإحنا عارفين أن محافظة الوادي الجديد تشكل حوالي 44.9% من مساحة مصر، فكان لزاما أن تحقق عدالة ثقافية، بمعنى أدق أن يكون هناك العديد من كافة الأنشطة الثقافية والفنية في كل بقعة من بقاع محافظة الوادي الجديد بكافة مراكزها الإدارية الخمس، وفي كل قرية وفي كل تابع يكون هناك فعالية ثقافية مؤثرة على الانتماء للوطن والولاء للوطن وحب الوطن من خلال عمل العديد من الأنشطة الثقافية والفنية لمحافظة الوادي الجديد. إعلان الدولة المصرية الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية إعلان مهم جدا جدا جدا، يتناسب مع الرؤية الصادقة للجمهورية الجديدة والتغيير اللي بيحصل. زمان كنا معتادين على أن اسكندرية عاصمة الثقافة المصرية، القاهرة بطبيعة الحال، شرم الشيخ عاصمة سياحية وعاصمة ثقافية مهمة، لكن التوجه الجديد لأهلنا في الوادي الجديد بيعبر عن اتجاه عيون الدولة المصرية الصادقة نحو المحافظات الحدودية المهمة اللي بتحمل ثقافات عديدة جدا جدا مهمة وموجودة بالتالي في الوادي الجديد. يجب علينا ان احنا نتضافر وان احنا كلنا نعرف ان احنا فعلا في حالة ان احنا عاصمة ثقافية، خلاص نهاب مواهبنا امورنا بقى طبعا هي نستقبل هذا الخبر بكل امكانياته، نتضافر مع بعضنا ان احنا نظهر ان فعلا الوادي الجديد كانت المفروض يعني ايه تاخد هذا الشكل واخذته فعلا، كهم بيعتبروا ان احنا دولة يعني ايه بتوصل للقاء فعلا، وصلت للمنطقة الحدودية، خلاص ما فيش حاجة اسمها حدود، كلنا خلاص المتن والهامش بكل واحد ان احنا كل احتياجاتنا وصلت لنا. اختيار من اروع الاختيارات اللي اتعملت بجد، ان ده بيسلط الضوء على الثقافة والحضارة والتاريخ، والوادي الجديد كان محروم فعلا من الفترة ديت من الموضوع ده، فلما نيجي النهارده حضرتك الدولة المصرية تتوجه باختياراتها الجميلة ديت للوادي الجديد عشان تظهر، ومعظم المحافظات كلها، ان تظهر الشكل الجمالي والحضاري والثقافي والتاريخي كده، حاجة جميلة جدا. وطبعا الحاجة دي بتتعكس علينا في السياحة، لان طبعا المنظومة السياحية بتتأثر بالموضوع ده جدا، لان احنا عندنا طبعا في نمو، هيبقى حضرتك في زيادة عددية هنا للوفود اللي بتيجي حضرتك هنا، وبتظهر السياحة مع الثقافة، ده طبعا وجه جميل جدا ومشرفة للدولة المصرية، اللي طبعا الدولة المصرية بتدعم الموضوع ده كتير قوي، وده احنا عاوزين من مزيد بجد، احنا بنأمل هنا في الوادي الجديد من مزيد من الموضوع ده، لان احنا عندنا حضرتك بالنسبة للسياحة العلاجية عاوزين هنا برضو السياحة التأملية، السياحة الترفيهية، كل الوسائل السياحية اللي هنا عاوزين نسلط عليها الضوء زي كده، بس ان شاء الله بإذن الله يعني احنا شايفين قيمة العطاء اللي مبذول من الدولة المصرية على اللي هي تحقق إنجازات جميلة جدا في الوادي الجديد.